غادي نمشيو لسؤال اخر ديال المستمع اللي قال الخاله ديالو في فرنسا، واللي حنا تنحيو كاع كذلك الخاله وتنتمنى ولا يا ربي الله يشافيها، عندها كونسير في الدم وبغى ماذا بينا نشافيوها ونعطيوها شي حاجه تساعدها دكتور الله يخليك. الوغ مثال بسيط، من احسن الادويه لا لوسيمي في كونسير ديال الدم زريعه القزبر. زريعه القزبر ممتازه. الوغ بحال بحال هذا السيد ياخذ ليبين فينات، ليبين فينات هي اغريس. اغريس 50% اغريس 50% زريعه ديال القزبر. اذا زريعه القزبر 50% و50% قلنا اغريس. اغريس يشد غير هذه، غير وصفه سهله ماشي شي تركيب كبير. ورا تيقيد معنا انت كيف معنا ويقيد هذا بشويه زريعه القزبر 50% و50% اغريس. اغريس يطحنهم يردهم بودره. ايه يعطي لهذ السيده نص معلقه ما يدخلهم في العسل الحر. ضروري يدخلهم في العسل الحر. هي دائما العسل الحر لكان مكون من المجموعه ديال العسل تيكون احسن من العسل واحد مفرد. انا غالبا سي 15 16 عسل باش نكون انا ذاك الكيلو او كيلو ونص. اي يعني كيكون مخلط. يزيد في هذه الكميه مثال بسيط، عنده 100 غرام ديال هذا 100 غرام ديال هذاك، هي 200 غرام، يزيدها في ذاك الكيلو ديال كيلو ونص ديال العسل. يحركوا مزيان. الور نص معلقه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النعاس، يوميا. نص معلقه قبل الفطور، نص معلقه قبل الغداء، نص معلقه قبل العشاء، ونص معلقه قبل النعاس. يوميا. هذه الوصفه الاولانيه. الوصفه الثانيه اللي غتحيي لنا المناعه وتعطي القوه والطاقه والحيويه لذاته كلها، وتكون بات لنا وتقتل لنا، تمشي ديريكتومون اختصاص ديالها تقتل لنا الكونسير فين ما بغى يكون. الور قلنا العسل الحر. العسل الحر. قلنا حبوب اللقاح. حبوب اللقاح. طلع النخيل. طلع النخيل. البروبوليس. بروبوليس. البروبوليس يكون ضعف الكمية، يعني يكون مدوبل. مدوبل. دونك هذا الشيء اللي تنهضروا عليه غيكون نفس الكمية. إلا درنا 50% 50% هو يكون 100%. 100%. بين 100 حتى 150%. أي كل ما كثرناه مزيان. أوكي كل ما زدنا أحسن. ألور قلنا عندنا لو جانكو بيلوبا. أييه. قلنا الزعرور. قلنا إكنيسيا. قلنا المورينجا. قلنا لاسبيرولين. قلنا لي بي دو جوجي. هادو لي بي دو جوجي ما يفوتوش 100 غرام، ياكلهم بوحدهم راهم بحالهم بحال الزبيب. اختصاص راه كاينين شي وحدين لي بيتازيت ايبريدوس، كاين شي حوايج مي واعرين عليهم تنخليهم. الوغ هي فرنسا راه تقدر تلقى هادشي كله ياك دكتور؟ هادشي كله كاين في فرنسا. دونك في ليتالي ولا لا فرنسا ما كانت هذا مستمع راه. الوغ تجمع هادشي كامل، تاخذ واحد نص وبنينه. الوغ تاخذ نص معلقه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النعاس. ها وحده اخرى هذه وصفه. الا جاتو هذه معقده يكتفي غير بالاولى. لا ما قداش الاولى، انا تنبدا نعطيه بلاتي الثالثه. ياخذ كاع الوصفه اللي قلنا فيها الرشيم. رشيم القمح، رشيم الصوجا، رشيم الحلبة، رشيم العدس، رشيم الإيلان، هذاك هذاك يزيد هذا بحال بال السيده يزيد حتى الرشيم ديال الشعير. الشعير وهذاك قلنا يزيد الجلجلان، يزيد زريعه الكتان، يزيد الغذاء الملكي وطلع النخيل. يعني في هذه الحاله ما غيزيدش طلع النخيل، يزيد كاع طلع النخيل بنفس الكميه، ما يزيد البروبولي في هذه الوصفه الاخرانيه. هذا كله هذا حيدناه، شيباس ما كاين حيت معقد، خاص تضرب الحساب تحيد ليه المفاعيل الجانبيه. خاصو انا سكو جابيل لي بوان فيتو. لي بوان فيتو هي بمعنى الفم، البلعوم، المعده، مصر الريق، مصر الغليظ، ما خاصهم يتقاسوا بتا حاجه. وخاص باش السيد منين ياكل ماكلته يتنفع بها وتوزع بسرعه. والنيت تحيد ليه الماغيس، دونك التشنجات الداخليه وكل شيء، والرده والمفاعيل. هذا وهاد الوصفه شي بس ما كاين الناس اللي دابا تيديروا الشيميو اللي عندهم مفاعيل جانبيه ضاره وديال الشيء كامل، شي بس ما كاين يديروها. اللي شنا هي زريعه الكتان. مثال بسيط، لا خدينا 500 غرام زريعه الكتان، طحناها حطيناها بوحده. خدينا واحد 50 غرام ديال الكرويه، 50 غرام ديال الزعتره، 50 غرام ديال الذرو، 50 غرام ديال الجمره. الجمره لو سوسي اورنمونتال، ماشي الجمره البريه، الجمره ديال الجميل اللي كاين عند مالي النوار اللي تيبيعوها، راه كبيره ماشي الاخرى. الجمره البلديه او البريه هذيك غير مالي الكونسير ديال المعده. واخا اذا حنا نسولوا على هذه الجمره اللي كدير موجوده وزوينه وكاينه على طول العام موجوده. الور قلنا الدرو اللي هو اللونتيسك اختصاص هذاك. قلنا شويه ديال اليزير، شويه ديال الشيح،
شويه ديال السالميه، دونك 50 غرام 50 غرام 50 غرام، هادشي كله يجمعوا هادشي كامل، يطحنوا سوفور دو بودر، يزيدوا على داك ما تنساوش حبه حلاوه والنافع وباديانه راه نفس الشيء. تهادو تما كنضيفو بيان سور، والنيت ضد الغازات المعويه وضد هادشي كامل. هادشي ملي درنا 50 غرام الكرويه عطاوها 100 غرام يفوتوا شويه باش نحيد لنا الوجع ونخاصي وكل شيء. معلوم لما بغيتوش ديروا الكرويه ديروا الكامون بحال بحال. كمون؟ ايه الكمون بحال بحال. هذا يجمعوا هذه الوصفه معلقه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس او عند الحاجه، حس بشي حاجه ما ضاره معده ولا شي حاجه يزيد هذه الوصفه. دونك احنا حيدنا المفاعيل الجانبيه. معلوم ما تنساوش حتى هذاك القضيه ديال اللي قلنا ديال اللي عجب. شوفي داروا كاينين دابا كاين دابا تجارب كبيره. الشيح حبسك باللوسيمي في 16 ساعه. الزعفران الحر دابا داير لهم صادمهم العلماء، راه تيديروا التجارب عليه دابا. الزعفران الشعر الحر شعر حتى هو فتك بلا لوسيمي في وقت وجيز. دونك الشيح اللي هو لارتيميسيا دونك اللي لارمواز بلونش، دونك عندنا لارمواز بلونش الشيح راه داير لنا في 16 ساعه فتك في التجارب، هما في التجارب فتك بلا لوسيمي. اش غنخسروا الحاله دابا هذه باش ندير هاد السيد يزيد يعطي لخته او يعطي لخالته ولا هذا، يعطيها كاس ديال الشيح قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس. ما ننساوش حنا واحد الحاله حاجه خاصه سخونيه. ياك سخونيه سخونيه اي حاجه سخونه تتفتك بالكونسير. اي حاجه سخونه مثال بسيط الدات ديالنا حنا شتي متى تجينا سخانه. السخانه راه ممتازه، راه اولا تتعطيك تتعلمك تتقول لك عندك كاين ان كاين شي حاجه. ثانيا في حد ذات هذيك السخانه راه تتفتك بالفيروس تتفتك بالجراثيم تتفتك بشحال من حاجه. الكونسير بنفسه ما تقدرش يستحمل السخونيه. اشنا هي لا راديو ثيرابي بيناتنا، تيمشيو تيسيب ليه البلاصه ويعطيوها سخونيه محدده. اذا المواد اللي كتساعد في سخونيه الذات ولا الجسم شنو هي؟ بزاف. قلنا دابا جبدنا الزعفران اللي جبدنا الهضره ياك الزعفران سكين جبير الخدنجال الكبار الابزار الفلفله كاين بزاف اللي تسخن الذات. دونك القرنفل راه فعال حتى هو داخل بزاف، عصيت سيدنا موسى هذو الحوايج داخلين كلهم في كونسير. دونك واحد القانون قلنا اي حاجه تتسخن راه ممتازه. دونك احنا دابا عطينا لهذا السيد اللي عطي لخالته. ايوا نتمنى يكون قيد معنا لان ما شاء الله تاتي بزاف. الله يكثر خيرك دكتور جمال. خليك معك بشرى من الدار البيضاء. اهلا يا بشرى مرحبا بك. ربي يخليك ميرسي. عيط للدكتور على ولد عندي واحد لا مالادي. انني كنت كيجوني ديك خيز كتجيني فيهم لا ديابي لي فوميسمون كطلع لي سخانه. مشيت عند لي غاسترو عند كاع لي غاسترو دارت لا فيبروسكوبي لا سيليوسكوبي كنلقى ما عندي والو. مي كندير لي زاناليز كنلقى عندي سيغ تي اي زيز طالعين بزاف اكثر من النورمال. ودائما لي ميدسان تاع حد ما عرف شنو عندي. ديغنييغمون ان ميدسان قال لي عندي لا مالادي بيريوديك وعطاني دي ميديكامون كنشربهم دابا نبقى ناخذهم ازي. عطاني واحد الدواء نبقى ناخذه ازي. ونفعك ولا لا؟ ما عرفتش ما نفعنيش لان باقي لي كريز كيجيوني. هو قال لي غيبقاو يجيوك ولكن غيبقاو خفاف وانا يلا كنولي شويه كنعاود نطيح عاوتاني. والفوميسمون ولا لا دياري وداك الشيء توقفات شويه ولا باقي؟ لا كيتوقفوا كتبقى هذيك لا كريز كتبقى 3 جوغ 3 جوغ. ديك الساعه كنكون فيها مريضه وهذا كناخذ ديكالمون باش كيحيدوا لي هذيك لا كريز صافي كنولي بخير. ابخي عاوتاني كدوز واحد لا بيريود كيعاود يجيني كتجيني لا ميم شوز. لا عندك شي توضيح بغيتي تسول شي سؤال؟ هذه حالة خاصة مزيانة وما نكرهش. سمح لي دكتور أنا واخا متوقع عليك شوية. وي فازي. السيمانة اللي فاتت خديت عندك أن رونديفو باش نجي عندك ديريكتومون لأنني بغيت نجيب لك الدوسي كومبلي ما يمكنش نعطيه لك في لا راديو. إييه. مشيت السيد ديالكم خلاني نهار الجمعة مع الخميس كان عندي رونديفو. وسمعي أختي تنتوصل بالمئات من الصباح حتى الليل تقهرت. علاش خديت أنا دابا دي فاكونس غير باش نقدر نعطي الدواء ديال الناس اللي سبقوك وباش إلا كانوا حالات خاصين نقدر ماشي مشكلة دكتور أنا ما عنديش مشكل. كنت كنفضل وعلموني قالوا لي راه غادي يكون ما غيكونش اليوم الدكتور وما نجيش. مي لو بروبليم كانت واقفة في الباب شحال ديال الوقت وهذاك السيد اللي كيقابل الباب قال لي لا سمح لي أنا عندي الأوامر ما ندخلش. أنا اللي عطيتهم لي أختي سانسيرمون ما نقدرش عرفتي علاش؟ لا خليني نهضر معاها سمعتيني. حيت تقهرت واش من الصباح حتى الليل وانا اش ندير غير استقبل 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 والدواء ما تنعطيش الناس. اشناهي معنيتها؟ تيجيوني اختي وتصوري يجيوك 4 و5 الخطرات ويجيك من العيون
ومعذبين ويجيو حتى لعندك وما تعطيهمش الدواء، اشنو معنيتها؟ راه تنقول لا مشكل انا اسمح لي سيدي ما عجبتنيش علاش تقبلني سيدي غير سمعي بلي راسي بحال اللي راني ماشي زعما ماشيش عند طبيب غير سمعي ماشي الكابيني ما ديال من حيت قال لي لا الاوامر اللي عندي ما نخليكش تقول انا كنفذ على الاوامر لا انا ديما ما عجبنيش هذا الشيء انا غنجاوبك اختي غير سمعي انا طلبت هنا على طرب بارونتين على الاذاعه وطلبت شحال من الخطره الله يرحم الوالديكم ما تجيوش عندي دابا راه عندي الناس كثار راني ما تنقدرش كان عندها رونديفو كان عندها موعد دابا هي مشات مع الرجلين حيت بنادم ما تيوقركش من تنبغي ندخل للدار تلقى 20 30 40 وانا ما عنديش فين نزيد بنادم كي بغيت نزيدو كي بغيت ندير باش نخليو حقها صافي لازم نكمل هذا واش دابا اش تنقبل دابا اش هذه شهر تنقبل حالات معينه اللي فيه الكونسير واللي ما فيهش الكونسير تنردو كاين اللي منين جاني علاش اللي عندهم دابا الحالات اللي عندي وما قادش عليهم علاش انا دابا بغيت ناخذ دي فاكس دابا غادي ياخذ اسبوع باش نقدر يعطي وقيت لكاع الناس اللي كيجيو عندو الكابينيت ديالو يستقبلهم وابتسامه جميله ياك والناس تعطيهم حقهم تعطيهم الادويه رجعوا للسيده بعدا فوالا لا لا نعطيها دابا بعدا تنسى الورقه والسيلو تفضل بوشرى كتقيد معنا شتي دابا في التواصل احسن ما تبقى تسين وتبقى مفقوصه نعطيها الوصفه ديالها وتمشي تصاوب يلا بوشرى خذ ورقه وستيلو قيد معنا داكشي اللي غيطلب منك الدكتور داكشي اللي نيتي اللي تنطلب من الناس تنطلبوا يتواصلوا معنا هنا نعطيهم لا فورمول ديالهم هنا بلا ما يتعذبوا ما يمشوا من بعد راني ما قادش عليهم راهما بزاف دونك باش نقدر خاصني على الاقل اللي جا عندي نعطيه دواء ماشي يجي خمسه وسته وسبعه الخطرات وما نعطيهش دواء اشنا هي ماشي انا شماتها لا وحرام وتنقول له الله يجازيك بخير ان كناخذوا صراحه من وقتك ومن طاقتك ومجهدك وتيجيو الناس الله يكون في العون الناس كيسمعوا البرنامج كيتموا ماجين اكثر في المرات بلا مواعيد بلا داك الشيء اللي تاري ليا يوميا يوميا راه ما نقدرش نفوت واحد الوقت تعرف التليفون ديالها ما نجاوبوها ماشي مشكل ماشي مشكل بسرعه نجاوبوها الور هاد السيده تنصحها اولا تاخذ الفرين روج الفرين روج اللي قلنا هو الدردار الاحمر الدردار الاحمر اللي هو لسان الطير الور مثال بسيط تاخذ 150 غرام ديال لسان الطير تحنوط دو بودرة مسحوق تحطو على الليمن تاخذ 150 غرام ديال البروبولي البروبوليس أيه. اللي هضرنا عليه هادو بجوج سو سون دي زانتيبيوتيك فيروس فتاكين مضادين حيويين فتاكين بالجراثيم اختصاص ديال 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 المشكله عندها تزيد 50 غرام ديال الجمره في هذه الحاله نفضلها هي الجمره ديال البريه صغيره راه زوينه دابا راه الزرابي ديال الجمره كاينه راه كاين في السوق دونك تاخذ الدرو راه رخيص راه قبيطه درهم و50 جوج دراهم دونك تاخذ الدرو دونك قلنا الجمره الدرو الفرين روج الدردار الاحمر اللي هو السانتير والبروبولي تكون هادو بساط هذاك تاخذ واحد 150 غرام زريعه الكتان تحنها معاهم تخلطها معاهم تاخذ معلقه صغيره قبل الفطور من بعد الفطور قبل الغداء من بعد الغداء قبل العشاء من بعد العشاء هذه الوصفه الاولى هذه الوصفه الاولى الوصفه الثانيه تاخذ واحد انيليكتير ديال الرمان دونك الرمان مثال ذاك الرمان راه هذه واحد الشهر كان واحد الرمان زوين حمر وحامض وهذاك فعال لها المشكل ديالها دونك تاخذ الرمان شنو القشره ديالو ولا الحبات؟ هاكل لقات لو جو حسن هذاك ولا ما لقاتش غتاخذ القشره بزمنها الور وتبخ شويه وتشرب لك نص كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء غير ثلاث ايام وراه غيدير لها شويه القبطه باش نضربوا الحساب دونك باش نتفاداو القبط تاخذ اما الشريحه اما البرقوقلي الاحمر واما ثلثين صنحرا وثلث ورد بلدي الوصفه ديالها نرجع لها قلنا الفرين روج اللي هو لسان طير قلنا البروبولي هذه هادو هما المهمين دونك في هذا الشيء كامل اهم حاجه هما هادو الثلاثه المهمين هو البروبولي والفرين روج الدردار الاحمر ولا وزريعه الكتان هادو هما المهمين في كل شيء في حاله ما دونك الوصفه راه عطيتها دابا مركبه من خمسه اشهر في حاله ما مثال بسيط دوزات واحد خمس ايام ولا ست ايام وحسات براسها مازال جميع الاعراض كاين فيها راه غتحس بتحسن كبير حنا نقولوا نتصوروا تزيد واحد 50 غرام ديال المريوت تزيدها مع هذه الوصفه وهي وصفه عاده مركبه تاخذها قبل الفطور تاخذ واحد معلقه صغيره ديال خل التفاح ديرها في كاس تخوي عليها واحد نص كاس ديال المدافي وتشربها قبل الفطور يوميا دونك تبدا بهذه ديال خل التفاح وتبع لنا الوصفه ديالها اللي عطيناها قبل الفطور من بعد الفطور قبل الغداء من بعد الغداء قبل العشاء من بعد العشاء
جواب لهاد السيده. سؤال اخر، سؤال اخر، مشيو عند زبيده، كذلك زبيده من الخريبكه، وحنا كنشكروا الناس ديال الخريبكه كامل اللي كتواصلوا معنا. عندها مشكل دكتور ديال الحلق، مجروح لها بزاف، تتقول درجه ثانيه عندها كحام مستمره وكضرها بزاف، كتخرج منها نزيف، وعاد لي زافت عندها في الفم ديالها بزاف لدرجه ما كتقدرش تاكل، تاكلها بالمعلقه. الوغ قال لنا هاد الوصفه، واش عنده مرض، عنده علاقه بالاخر ولا كل حاجه بوحدها؟ يقدر يكون عندها دي شومبينيون دي ميكوز في الحلق ديالها، غيكون بزاف. شوف المعداش عندها، علاش عندها لي زافت وكثار وكل شيء. كاين، انا دائما تنفضل تعطيني تقرير ديال الطبيب، ما تعطونيش تقرير ديال الطبيب، انا تيقول لي غير حاله وصافي. تنفضل دائما نمشي على الطبيب، هو اللي غيشخص، هو اللي لكن التشخيص تنقدروا نعطيو الدواء اكزاكت ديريكت، الا ما كانش التشخيص راه نقدروا غير نعطيو جانبيا. حنا باش انا ترتكز علاش، فمها طيب كله افت وكل شيء، اذا وحلقها طيب نفس الشكل هذاك 100% هذه راه نازل لها في البلعوم وكل شيء، وعندها على داك الشيء علاش خاصها طبيب. ولكن شيء بس ما كاين مالغريتو نعطيو وصفه وعطيناها وفعاله، وفي 1980 لقيتها ودق بطله والرحمه. اللي شنا هي؟ قلنا جعدة أو جعيدية سالمية أزير شيح نعناع مرد الدوش قشور ديال الرمان الرميمينة العفصة المرسيطة المريجو فليو بابونج بالكثرة باركة كنتحدو حنا غير هذا. زيدوا الورق ديال القرقاع راه ممتاز، السواك راه ممتاز. دونك ورق القرقاع ولا السواك ولا بجوج؟ بجوج، لا درهم بجوج اونكور ميو. يتبخوا كل شيء، يعني هادشي كيكون مدقوق على شكل على ردوه مسحوق ولا ما ردوش مسحوق ولا لحو اون فراك، غيزيدوا عليه الماء، غيزيدوا عليه الماء وغيتبخوا على شكل مركز. منين يساليهم لهذا يصفيوه، يزيدوا عليه واحد نص كاس ديال الخل، كيف ما بغى يكون نوع الخل، تشلل بها فمها، راها الرحمه ودقه بطله ومجربه وممتازه، وغالبا في النهار الاول هاد السيده شحال تقريبا من مره تشلل؟ بالله 8 10 قطرات في النهار. بلاتي، ولكن هاد على الحاله ديال السيده غالبا غيخصها 3 ايام ولا 4 ايام. 3 ايام ولا 4 ايام. هذا الوصفه الاولانيه، دابا غير الفم، غير الفم ديالنا بلاتي في لي زافت. قالت لك البلعوم عندها مشكل في البلعوم، تاخذ واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر، واحد عصير سيترونه حامضه، واحد ربع معلقه ديال القرفه، واحد عود قرنفل، تشد هادو تشربهم تخلطهم وتشرب على جرعات على بجغمه بجغمه، وتخلي شحال ما لقات ما خلاتها في لاكورج ديالها تنزلها بشويه. هاد الوصفه الثانيه، عندنا وصفه اخرى قاصحه ولكن فعاله وممتازه، وجبدنا هاد الوصفه على موالي الحلاق، ما فرع ديال الثومه حيدوا القلب ديالو، معلقه صغيره ديال مسحوق الزعتر ندغوها بشويه، راه قاصحه في النضيغ ولكن راه الرحمه، نزغوها وبلعوا بشويه بشويه. سؤال، يعني معلقه ديال مسحوق الزعتر، الزعتر مع فرع ديال الثومه. تيقول دكتور الله يخليك، انا عندي طفل رضيع صغير في عمره يلا 3 شهور، فهاد الاسبوع هذا بدات تخرج منه واحد الريح، الريح كيعمل صوت تقريبا 8 حتى 10 المرات، وعنده طياب في البلاصه ديال ليكوش، شنو ندير له؟ عييت ما ندير ليه في ليبوماد ما كاين والو. اسمعي انا اختي طبيبه، وتي الزيت البلديه، ما عمر شي كريم طاحت ولادها غير الزيت البلديه، ما عمرهم طابوا مع حتى حاجه ما كاينه. وبالنسبه للريح اللي كيخرج بالصوت، ريح الريح اشنو تيتنفس اشنو مالي غاز؟ شوف الماكله اش تعطيو لهاد الدري، هي اللي باقي بيبي سامروت نورمالمون تعطيو غير الحليب هي وكل شيء، دونك يمكن عنده ما نقدر نعطي سيت ان بيبي 3 شهور اش نقدر نعطيه؟ ما نقدر نعطيه والو. شي تزال هكا نقدروا نطبخوها ولا يشربها تخلو من الحوايج اللي تنعطيو للدراري الصغار، شويه ديال الكرويه شويه ديال اللويزه، بجوج هادو غينفعوه بجوج، هذا هي الاولانيه. ثانيا نقدروا ناخذوا بيتالبسيد، هضرنا على الكرويه، هضرنا على اللويزه، يزيدوا بابونج، يزيدوا شويه زعتره، يشدوا هذا الشيء كله يطبخوه ويصفيه ويديروه بسينه، ومن بعد يزيدوا الماء دافي المسخول الماء بارد تيكون دافي، ويغطسوا هذاك الدري ويخليه واحد 5 دقائق. هذه هي الوصفه اللي نقدر نعطي الان بيبي ديال 3 شهور.